أمير، بس بدي منك شو مشاريعك لبعدين بالقبل اللي أخدته؟ أجي كنت حاطط براسي مشروع إنه ساعد الشباب على المنح مدرسية ومنح جمعية. الله يقدرني يكون هذه الحملة أقدر فيه شباب هيدا البلد يلي قدر يحتضنني وربيت فيه وربيت وتربيت فيه، البلد يلي علمني وخرجني وخلاني اشتغل بأحلى شرط. إن شاء الله هذا المشروع كون أنا قده وأقدر حقه بهيدي السنة اللي حأحملها إن شاء الله، وتكون أماني ورقبتي وكون قده. مس أرا بيوتي 2010، بس شو مشاريعك لبعدين باللقب اللي أخدتي؟ مشاريعي إنه ضلني مكملة بهالمجال الموديل وأوصل لأشياء كتير وأنشهر أكتر وأكتر.